استمع للكلام وفي الحكاية غاية وتعب وانسجام هذا وان الحكاية خلينا استمع للكلام وفي الحكاية غاية وتعب وانسجام ونشوة في البداية وعبرة في الختام ورحلة في الزمان ورحلة في المكان البحار عميقة فيها أعلى الجبال أغوص خلف الحقيقة أجري وراء الخيال إلى البحار العميقة إلى أعلى الجبال أغوص خلف الحقيقة أجري وراء الخيال في البداية وعبرة في الختام ورحلة في المكان ورحلة في الزمان البحار العميقة يا الجبال أغوص خلف الحقيقة أجري وراء الخيال يا البحار العميقة يا الجبال أغوص خلف الحقيقة أجري وراء الخيال كان يا مكان 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 عامل ابري الشاي برأيك شي ساعة يعني هم وصلوا مين ماما وخاله مين يعني لك شو بكون جده شو بكون عم تتوشوشو مثل اللي عامل له شي عامله عم بقول ان ماما وخاله طولوا بالمطار ايه مو لحتى تصل طيارة ابوك بالسلام ان شاء الله يعني لسه الطيارة ما وصلت جده شو بيعرفني يا جده الله اعلم شو رأيك نسأل المطار بالتليفون جدو؟ ما عادت محرزة يا جدو سألناهم كذا مرة وعرفنا الميعاد ها عضت كوساي وما بيشوفن إلا وصلوا بالسلام شو أنا جدو؟ شو بجيب لي البابا معه هالمرة؟ طبعا رح يجيب لك هل بيلاقي مناسب إلك وأنا؟ وإنتي كمان مثله جدو بس أنا وصيته على بدل الجينز وأنا كمان وصيته على جينز جينز؟ شو جدو؟ انت ما بتحبي جينز؟ الدغري يا جدو هذا شي جديد علينا من أول ما كان معروف أبدا في كتير شغل ما كانت معروفة من أول جدو صحيح إيه بابا؟ إيه بابا؟ مين عجبه هذا؟ يلا شبكم؟ ما حد عجبه؟ وبعدين شو صار؟ وبعدين خلصنا اجتماعات وعطونا يومين بمثابة استراحة عال ان شاء الله كانت النتائج مرضية يعني من ناحيتنا الحمد لله وهذا مين قال انا؟ على اونا على دويت على تري شبكن ماما ساكتين؟ ما تنقوا كل واحد منكم قطعة؟
أنا اللي عجبك ريم؟ يلي بيعجبك أنت ماما بيعجبني أنا. دخيل عينك ماما. وأنت فارس أنا عجبك؟ دغري عجبوني الاثنين. يا سلام عليك شو فارس. أصلا بابا جايب الكل ولادي وما في شي بنات. لا حبيبي ما حذرت، هدول واحد إلك وواحد لأختك. ولادي بناتي أنا هيك جايبهم. لك أنا ما بدي شي، عطوهم كلهم لري. شو هاد لك فارس؟ صحيح طماع الولد؟ إيه لا طماع ولا شي، أنت التاني هلا بيرضى وبيرجع لحاله. إيه سيدي هلا إجا دوري أنا، وأنا شو جبتولي بقى؟ إيه والله هاي أحلى مسبحة. يا سلام يا سلام، يسلم هالإيدين وإيديك يا رب. شي حلو. دخلك شغل وين هاي؟ ما بعرف، يا اليابان يا تايوان. ايه صلى لما كنا نعمل مسبحة من بزر الزيتون. كيف جدا؟ ما بدك ايه؟ كنا نجمع بزر الزيتون بعد ما ناكل ونحطهم وين بجيبه، بعدين نمشي بجنب حيط، يا من شمينتو مثل بناية كسم أباني، يا من حجر أسود مثل السرايا اللي بالمرجة. يعني إذا مشيتوا جنب الحيطان خلص صار بزر الزيتون مسبحة؟ كنا نمسك يا جدو بذرة الزيتون بين أصابعنا، يعني بين السبابة والإبهام، ونحكها رايح جاي رايح جاي رايح جاي لحتى تتآكل من الجانبين، وبعدين نجيب دبوس ونمرقه بقلب البذرة مشان ندخل الخيط فيها، وهيك وحدة وحدة لحتى تصير مسبحة. هلا كيف هالقد عجبك الأمر؟ شو مو بابا جابه؟ شفتي شو جاب لحاله ولا شو جاب لماما؟ لا ما شفت وما بدي شوف كمان. طيب امتى بدنا نجيب ضيوف؟ انا ضيوف جايين نسلموا على بابا بالسهره. طيب وليش ماما حبستنا من هلا هون؟ شوف فارس بتعرف ادرسها؟ يا هل ترى شو بدهم يضيفون الضيوف؟ جاتو ولا بوزة؟ ما بعرف. كيف الدراسة يا شاطرين؟ هي إلك كريم وهي لفارس. وشو جبتوا الضيوف؟ كمان جاتو ماما. مثل هاد ولا غير شكل؟ كيف يعني غير شكل؟ كل الجاتو مثل بعضه، طبعاً إله أشكال موديلات. وهلأ بتاكلوا الجاتو وبترجعوا على الدراسة على طول، ماشي ماما؟ ماشي. شو رأيك؟ بشو؟ نعمل كشف على الجاتو اللي جابوه للضيوف. أنا بقول حطنا الأطياف. شو قصدك؟ شو عم تعمل فارس؟ عم راية بالطريق. ليش؟ شو بدك تعمل؟ يعني يلي بيشوف صحنين هالجاتو شو بده يقول؟ بيقول انه في ناس فجعانين بهالبيت بحياتهم وشايفين الجاتو قام هجموا عليه. يا عيب الشوم يا عيب الشوم، معقول لك فارس؟ معقول تاكل كل هالجاتو انت وريم؟ انا ما اكلت شي. لا اكلتي انت اللي كنت تروح على البراد
ترجع حامل قطعة. دوي هاي ودوي هاي. هلأ المهم انتو ما خطر على بالكن انه جاي لعنا نحن ضيوف ولازم نقوم بالواجب معهم؟ انت الحق عليك، ليش ما حطيتي لهم صحن الجاتو تبع هون ياكلوا كله مرة واحدة؟ ايه معقولة يعني؟ ايه هو جاتو ولا مجدرة؟ مشان هيك طيب، بعدين كل ما اشرب مي حس كاني ما اكلت شيء، وانا كمان. بابا حبيباتي، يلي ما بيشبعوا القليل بعمره ما راح يشبعوا الكثير. وفي ناس بدهم ندواء، رطلوا سبع واء. سمعانين؟ هذا اسمه عيب. شو هذا العيب؟ جاتو طيب وجع البال ياكل. فارس تعال لك ماما. ماما ابوك جاب طقمين، واحد لك وواحد لاختك ريم، صرت بدك الاثنين سوا. جبنا جاتو شوية الكون وشوية لضيوف، انزلت بالصحنين. يا كبه يا دعسة. هذا اللي اسمه عيب وعين جوعانة. هلا المهم يا رجال، شو بدنا نعمل؟ الضيوف قربوا يجوا. مساء الخير يا جماعة. أهلين. مساء الخير بابا. شبكم وكأن على رؤوسكم الطير. شرف سيدي، جايبين جاتو للضيوف. قام هالمنظوم هو وأخته عملوا عليهم غزو، والنتائج مثل ما لك شايف. بهالحالة هي جيت بوقتي تمام، لأني جايب لكم معي قطايف عصافيري مكلس بالقشطة. فارس وين رايح؟ طبعا اللي صار بقصة الجاتو والضيوف واللي ظهر منك يا فارس كان بمنتهى الخطأ. وبظن هلأ كمان يا فارس إنك عرفان بخطأك، هيك ولا لا؟ ومع هاد أنا لازم أحكي لكم حكاية تاخدوا منها شوية عبر، ويمكن تمس من قريب أو بعيد هالقصة هاي. مستعدين؟ مستعدين جدا. كان يا مكان بقديم الزمان كان في تاجر مهم، تاجر ناجح، والله منعم عليه وأحواله ماشي. وكان هالتاجر ولد وحيد ما في غيره. قام هالولد حب يشتغل بالتجارة مثل أبوه ويعتمد على حاله. الأم وافقت وشجعت ابنه كتير كتير، بس الأب كان له رأي تاني. أحمد الله يا أبا أحمد أن مد الله بعمري ورأيت ولدنا أحمد وقد غدا شابا نمتع أنظارنا به. الحمد والشكر لله تعالى يا أم أحمد، فقد حقق لي الله سبحانه وتعالى كل طلباتي، ولهذا لا أبات إلا حامدا شاكرا له سبحانه. الحمد لله ثانية. ألا ترى معي أن الوقت قد حان لنجد لأحمد عروسا وتمتع أنظارنا بأحفاده؟ صدقتي، ولكن ولكن ماذا؟ لا شيء لا شيء، ولكنني لا أرغب بالزواج في الوقت الحاضر يا أمه. كيف ذلك يا ولدي وقد غدوت شابا وكل ما تحتاجه متوفر لديك؟ ليس هذا كل شيء يا أمه. ماذا تريد أن تقول يا ولد؟ أتمنى أن أكون كأبي تماما في كل شيء. وأنت كذلك، أليس صحيحا يا محمود؟ قل غرضك بصراحة يا أحمد. أرغب أن أخرج في تجارة باسمي وعلى مسؤوليتي تماما كما كنت تفعل يا أبي عندما كنت في مثل سني، حتى أشعر بقيمتي. من جهتي لا أرى مانع من ذلك يا محمود. الأمر ليس بهذه السهولة يا أم أحمد، فالموضوع يحتاج إلى... إذا كنت تقصد رأس المال فأنا على استعداد لأن أمول ولدي بما شاء من الأموال. أدامك الله يا أمه. ليس المال كل شيء، هناك أخطار الطريق ولصوص القوافل، وباختصار تنقصه الخبرة يا أم أحمد. لا تأتي الخبرة إلا من الممارسة، وليكتسب الخبرة، عليه أن يسافر. موافق، ولكن بشرط. اشرط ما تراه مناسبا يا أبي، وأنا على أتم استعداد لقبول شرطك هذا.
أن يرافقك أحد أصدقائك المخلصين لك فعلا. لدي منهم الكثير، فأيهم تريد؟ هذا بيت القصيد، أريد الصديق الذي ينجح في اختباري له بصداقتك. كما تريد. متى أحضر صديقي لتجري اختبارك عليه؟ متى شئت يا ولدي. ليكن موعدنا غدا إن شاء الله. إن شاء الله. أقبل، وأنا على استعداد للسفر معك إلى آخر الدنيا، طالما إن الغاية هي التجارة ومن ثم الربح. ولكن أبي وهو ممول التجارة أصلا يشترط أن يمتحن مرافقي بنفسه. هذا عين الصواب، ترى بما يريد أن يمتحن. صدقني لا أدري، ولكن هل أنت مستعد؟ أنا مستعد لأي امتحان. إذن هيا بنا. هيا. السلام عليكم يا عماه. وعليك السلام يا ولدي. هل أنت من سيرافق ولدي في رحلته التجارية هذه؟ إن شاء الله يا عماه. حسن، وهل أخبرك ولدي عن امتحان أحب أن أجريه عليك؟ أنا على أتم الاستعداد يا عماه، رغم أني كنت أفضل أن تسأل عن خبرتي في هذا المجال. لا لا، دع عنك الخبرة، فالأمانة والإخلاص تأتيان أولا في عالم التجارة، أما الخبرة فتأتي بنهاية المطاف، برأيي أنا على الأقل. أنا تحت تصرفك يا عماه. إذن تعال معي. إذا كنت فعلا مخلصا وأمينا يا ولدي، ولديك كامل الرغبة بمرافقته ومشاركته في هذه التجارة، عليك أن تأكل هذا الملح. تقصد آكل كل هذا الملح الموجود في الكيس؟ هو كذلك. هذا هو الامتحان الذي تريده؟ نعم. لا أظن أحدا سيرافق ولدك في تجارته. ماذا جرى يا أبي؟ لقد خرج صديقي لا يلوي على شيء، حتى أنه لم يلقي السلام. لقد سقط صديقك بالامتحان، هل لديك آخر؟ لدي الكثير. إذن أحضرهم حتى ينجح أحدهم. لما لا تأكل يا ولدي؟ لست بجائع. أترغب بشيء آخر أحضره لك غير هذا؟ قلت إني لست بجائع. ولكنك على هذه الحال منذ مدة، ماذا في الأمر يا ولدي؟ أيمكن أن تبقى دون طعام؟ لقد أكلت عند أحد أصدقائي باكرا. هو البارحة. إن ابنك حزين لسقوط معظم أصدقائه في الامتحان، بل لسقوطهم جميعا. لقد خسرت كل أصدقائي بامتحانك هذا، إن أحدا منهم لا ينظر في وجهي الآن. ولكنهم هم الأغبياء بتفكيرهم، كيف تريدني أن آمنهم على تجارة وعلى إخلاصهم لك؟ كم تستطيعين أن تأكلي من ملح الطعام يا أمي؟ ملح الطعام؟ إنه لا يؤكل يا ولدي، إنه يذاق فقط. إن أبي يطلب من أصدقائي، أو بالأصح من أي منهم، أن يأكل كيسا من الملح مرة واحدة. ماذا ترين في هذا الطلب يا أمار؟ هل فعلت هذا يا رجل؟ نعم.
ولهذا سقط الجميع في الامتحان. وإلى أن ينجح أحدهم بهذا الامتحان فأي تجارة لابنك ملغاة أصلا. تريث يا ولدي لبعض الوقت، ربما أستطيع أن أقنع أباك بشيء آخر. يا أرحم الراحمين، يرحمنا ويرحمكم رب العالمين. أيها الناس، ترحموا على المرحوم عبد الله بن عبيد الله، يرحمنا ويرحمكم الله. يا أرحم الراحمين، يرحمنا ويرحم. أنا فتحل بن سموأل، قاطع الطريق والجبل. لن تمر هذه الجنازة ولن يوارى الميت القبر قبل أن أقبض من الليرات الذهبية عشر. ولكن الميت فقير ولم يخلف شروى نقير. يدفع واحد من أبنائه أو من أحد أقربائه. لا أقرباء له، وولده الوحيد مهاجر منذ فترة إلى بلاد العبيد، وقد جهزت الجنازة بمال بعض المحسنين الصيد. إذن ضع الجنازة أرضا، فسأخذ التابوت والكفن، لأن لي بالأساس على هذا الميت دين مبرم وهو حقي شرعا. أيها الرجل، هكا دينك وانصرف لعمل. يا أرحم الراحمين، يرحمنا ويرحمكم رب العالمين. أيها الناس، ترحموا على المرحوم عبد الله بن عبيد الله، يرحمنا ويرحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. هل هذا دكان محمود العطار؟ نعم. هل من خدمة أؤديها؟ لا شك أنك ابنه أحمد. نعم أنا أحمد، ولكن من أنت وماذا تريد؟ أدعى مخلص بن عبد الله، وأعمل حطابا في حال ركود التجارة، وقد سمعت عن شرط أبيك بل امتحانه لمن يود مرافقتك في تجارة إلى... ولكن ما الذي تأمله من امتحان أبي وأنت لست صديقي أصلا؟ أدعى مخلص كما أخبرتك، وأنا إن شاء الله مخلص لنفسي ومخلص لمعارفي ولأصدقائي، كما أني مخلص للجميع إن شاء الله. لا بأس. وهل عرفت نوع الامتحان الذي يطلبه أبي؟ نعم، وأنا على استعداد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من تكون أيها الشاب؟ صديقي مخلص. أهلا بك يا مخلص، ولكن لم أرك من قبل. كنت في قافلة تجارية بأرض الشام. في هذه الحالة أنت هنا لتسلم على صديقك أحمد، أو لتعرض علينا بعض بضاعتك التي جئت بها؟ لا هذا ولا ذاك يا عمه، إنما جئت لأخضع لامتحانك لمرافقة أخي وصديقي وحبيبي أحمد في تجارته التي وعدته بها. تعال معي أيها الشاب المخلص. هيا وكل منح هذا الكيس. أهذا هو كل امتحانك؟ نعم، عليك أن تأكل منح هذا الكيس حتى تنجح في امتحاني لك. حسنا، سأفعل. بسم الله الرحمن الرحيم. ملح جيد ولا شك، وها أنا قد أكلت الملح. ولكني طلبت منك أن تأكل ملح هذا الكيس كله لا أن تتذوقه. اسمع يا عمه، لقد علمتني الحياة أن من لم يتأثر بذرات قليلة من الملح لا يتأثر بقنطار منه. صدقت يا ولدي، صدقت. أنت رفيق ولدي أحمد بتجارته.
عاشت أم كانت أوهام. هل حدثت هذه الأحداث حقا في تلك الأيام؟ والشخصيات المكتوبة هل عاشت أم